هذا وكان رئيس الوزراء تحدث خلال جلسة مسائية عن أحداث الكرك. كان في إطلاق نار من مقهى، من سطح مقهى في منطقة القطراني، وتم تطويق المنطقة وتم التعامل مع مطلقي النار. بعد ذلك فرت سيارة، وحسب المعلومات المتوفرة إلي، إلى الكرك الباسلة. وفي قلعة الكرك هناك في 10 من الخارجين على القانون لا نعرفهم بعد. جاءت منذ أكثر من نصف ساعة القوات الخاصة للدرك وحاصرت الموقع. هناك أخبار لدي عن استشهاد بعض من أفراد الأمن العام والدرك، وإن شاء الله خلال هذه الجلسة سيكون لدي معلومات أفضل، ولكن الموقع لا زال محاصر من قوات الأمن، وإن شاء الله زي ما حكيت خلال فترة بسيطة نتواصل مع وزير الداخلية اللي متواصل مع النشامة في الموقع. وشكراً.